شاهد لحظة غضب ليونيل ميسي على الحكم، لحظات طرد مضحكة في كرة القدم. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كما تعلمون، فاللاعب الذي يقوم بتدخلات عنيفة على لاعبي الخصم أو يقوم بافتعال مشكلات كثيرة داخل الملعب فإنه يتم إنذاره بالبطاقة الصفراء، وإذا أخذ الثانية فإنه يتم طرده بالبطاقة الحمراء. وبالطبع هناك كثير من حالات الطرد في عالم كرة القدم، ولكننا في هذا الفيديو سنشاهد معا لحظات الطرد المضحكة في عالم كرة القدم. لنبدأ. لنتابع هنا حارس المرمى هذا، والذي لم ينتبه للاعب الخصم بالخلف فرمى الكرة على الأرض، فانقض عليها لاعب الخصم، فتابعوا الحارس كيف قام بإمساكه ليتلقى البطاقة الحمراء ويتم احتساب ركلة جزاء ضد فريقه. تم تنفيذ هذه الركلة الحرة الثابتة، وارتدت الكرة من يد الحارس إلى هذا اللاعب الذي أودعها في الشباك، فتابعوا كيف ذهب للاحتفال بضرب رأسه بهذا الشكل في مقاعد البدلاء ليتلقى البطاقة الحمراء مباشرة من حكم المباراة على هذا الفعل. هذا اللاعب لم يلبث كثيرا بعد أن دخل بديلا داخل المباراة ليقوم بالتعدي على لاعب الخصم، فيطرد مباشرة كأسرع طرد ببطاقة حمراء بعد الدخول إلى الملعب. يمكنكم أن تتابعوا ضحكات اللاعب على هذا الموقف. يمكنكم أن تشاهدوا هنا ماندوكيتش وكيف تلقى ضربة قوية على الظهر بمرفق هذا اللاعب. يسقط الأخير أرضا متألما، ويذهب الحكم لهذا اللاعب ويعطيه البطاقة الحمراء مباشرة على هذا الفعل. لنشاهد هنا لاعب دينامو زغرب وكيف قام بتنفيذ ركلة الجزاء برفع قدمه، ثم جعل الحارس يسقط، ثم يسدد الكرة نحو الشباك ويسجلها هدفا ليتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويطرد بالبطاقة الحمراء من الملعب. بعد أن تم تبديل هذا اللاعب، تابعوا أثناء خروجه كيف قلع التيشيرت الخاص به، وبالطبع من يقلع التيشيرت يتحصل على بطاقة صفراء، وكانت البطاقة الصفراء الثانية للاعب لأنه قلع التيشيرت داخل الملعب، وبعدها أشار له البطاقة الحمراء وتم طرده من المباراة. تقدم كريستيانو رونالدو، وما إن وصل إلى منطقة جزاء برشلونة سقط أرضا وأخذ يمثل أنه أصيب أو أنه تمت عرقلته ليتحصل على ركلة جزاء، لكن الحكم لم يصدقه، فتابعوا كيف تلقى رونالدو البطاقة الصفراء الثانية وطرد بالبطاقة الحمراء، فقام بدفع الحكم بهذه الطريقة. هنا داس هذا اللاعب على قدم زلاتان، فتابعوا زلاتان كيف قام بلطمه على رأسه بهذا الشكل، ونزل كلا اللاعبان يتألمان بنفس التوقيت على الأرض. وبعد العودة إلى الفار تم طرد زلاتان إبراهيموفيتش بالبطاقة الحمراء كما ترون. لنشاهد هذا الحارس والذي تدخل على لاعب الخصم الذي كان بطريقه للانفراد، فقام الحارس بالتمثيل أنه أصيب وبقي نائما على الأرض إلى أن وصل طاقم الإسعافات، ولكن يبدو أن الحكم أخذ ينتظره إلى أن وقف وقام بإشهار البطاقة الحمراء له. هنا خروج خاطئ من كلاوديو برافو ليسلم الكرة إلى لويس سواريز الذي سددها نحو الشباك، ليقوم برافو بتصدي هذه الكرة لكن خارج منطقة الجزاء، فتابعوا كيف تلقى البطاقة الحمراء من حكم المباراة. لنتابع هذه اللحظة المضحكة لإعطاء رونالدينيو البطاقة الصفراء، فخرجت بدلا منها البطاقة الحمراء، وهنا الحكم يضحك مع رونالدينيو ويقوم بإخراج البطاقة الصفراء بدلا من الحمراء. تم تعريض هذه الكرة، وقبل أن تخرج تمكن لاعب الخصم من الوصول إليها، فتابعوا جامع الكرات هذا كيف أدخل كرة أخرى إلى الملعب، وبحكم القانون فإنه لا يجوز أن تكون هناك كرتان داخل الملعب كما ترون، فقام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء
لهذا الصبي الصغير جامع الكرات وطرده من الملعب. تقدم هذا اللاعب لتنفيذ ركلة الجزاء وقام بتسجيلها هدفا ليقلع التيشيرت الخاص به، وكان أسفله تيشيرت آخر ليرقيه إلى الجماهير، لكن يبدو أن الحكم اعتبرها قلع تيشيرت وأعطاه البطاقة الصفراء الثانية وطرده بالبطاقة الحمراء. قامت هنا حارسة روما بتحريك الكرة بقدمها لزميلتها التي لم تنتبه أبدا إلى الكرة، لتأتي لاعبة ميلان وتقوم بهذا الشكل بالضغط لتقوم الحارسة بلمس الكرة مرة ثانية ويتم طردها بالبطاقة الحمراء بهذا الشكل. يمكنكم أن تتابعوا هذا اللاعب هنا وكيف لمس كيليان مبابي من الخلف ليسقط الأخير على الأرض مطالبا بركلة جزاء، فيمكنكم أن تشاهدوا كيف أشر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة للاعب، فتابعوا نظراته وردة فعله الغريبة. كان هذا الحارس مظلوما في هذه اللقطة، فبعد أن تم تسجيل هذا الهدف في شباكه تابعوا كيف ارتدت الكرة إلى الحارس ليحاول ضربها بيده بهذا الشكل، لكنه بالخطأ ضرب لاعب الخصم لكمة قوية ليتلقى البطاقة الحمراء. لنتابع معا هذا اللاعب الذي تلقى البطاقة الصفراء ثم حاول أن يقوم بالمزاح مع الحكم، فتابعوا كيف أعطاه البطاقة الحمراء مباشرة على هذا التصرف. لنشاهد معا هذا اللاعب والذي أتى له الحكم ليعطيه البطاقة الصفراء الثانية ويطرده بالبطاقة الحمراء. يمكنكم أن تشاهدوا كيف خرج يبكي بهذا الشكل من الملعب. في لقطة غريبة للغاية أتى هذا اللاعب لإعطاء الكرة للحارس فسددها به بهذا الشكل، ولم تكن الضربة قوية لكن الحارس أخذ يمثل، فقام الحكم بهذا الشكل بإعطاء اللاعب البطاقة الحمراء على هذه الكرة. في لقطة غريبة للغاية تم تسديد هذه الكرة على شباك أرسنال ليتصدىها تشامبرلين بيده، لكن الحكم هنا يطرد لاعبا آخر بالبطاقة الحمراء بالخطأ. هذا اللاعب عرقل خصمه فتلقى البطاقة الصفراء، وهنا عندما لف يده بهذا الشكل ارتطمت بالخطأ بالكرت الأصفر الذي بيد الحكم، فاعتبرها الحكم إهانة فأعطاه البطاقة الحمراء مباشرة على هذا الفعل. لنتابع هذا الهدف لأرسنال والذي تم إلغاؤه بداعي التسلل، فكان أرسن فينجر غاضبا للغاية وتم طرده من الملعب، فشاهدوا كيف وقف عند مدرجات الجماهير بهذا الشكل. لنشاهد هنا سيس فابريغاس وكيف سدد هذه الكرة بهذا الشكل نحو أحد اللاعبين بجانب الحكم، فرآه الحكم وأعطاه البطاقة الحمراء مباشرة على هذا الفعل. يمكنكم أن تتابعوا هنا لاعب أياكس عندما خرج إلى منطقة التماس كيف أخذ يتألم ويمثل أنه ضرب وأصيب، فبإمكانكم أن تتابعوا عندما دخل إلى أرضية الملعب كيف قام زميله بإسقاطه أرضا بهذه الطريقة حتى يظهر أنه يمثل بهذا الشكل، فأتى الحكم مباشرة إلى اللاعب رقم 10 وأعطاه البطاقة الصفراء الثانية وطرده من المباراة. لنتابع بهذه اللقطة الغريبة كيف تقدم هذا اللاعب بالكرة أو حاول مراوغة خصمه لكنه سقط أرضا، فتابعوا عندما حاولوا أن يتشاجروا كيف سقط هذا اللاعب ممثلا أنه ضرب، ليتلقى هذا اللاعب البطاقة الحمراء مباشرة من حكم المباراة. يمكنكم أن تتابعوا هذا اللاعب كيف يقوم بالتضييق بالكرة حتى يقوم بإضاعة الوقت، وبهذه الطريقة يسقط هذا اللاعب ويمثل أنه تم ضربه من قبل لاعب الخصم بهذا الشكل، ليأتي الحكم إليهم ويعطي كلا اللاعبين البطاقة الحمراء. لنتابع هنا كيف أمسك هذا الحارس الكرة قبل أن تصل إلى داخل منطقة الجزاء، وبعد العودة إلى الفار تبين أن حارس ليفركوزن أمسك الكرة من الخارج، فتم طرده مباشرة بالبطاقة الحمراء كما تشاهدون. لقطة غريبة للغاية تابع عزلتان في وسط الملعب هنا بعد أن سقط لاعب ميلان كيف أخذ يسب على الحكم،
فتابع زلاتان كيف أتاه الحكم وأعطاه البطاقة الحمراء مباشرة، ويبدو أن الحكم سمع صوت زلاتان وهو يسب عليه. كانت الكرة لهذا اللاعب، فخروج الحارس هنا من منطقة الجزاء وإمساكه للكرة أفسدت هذه الهجمة، ولذلك طبق عليه القانون وأخذ البطاقة الحمراء مباشرة من حكم المباراة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.